والله هي يا عمي ايش الاكاديميه كلها شباب كلكم شباب ما في خايف يا مبروك التوفيق يا حبيبي والله العظيم ما فيش واحد فينا دخل الاكاديميه لو كان عاقل والله العظيم كل المغرب كانت حماق عليه يعني عالي كان قاعد واحد فينا بصوا عامل ازاي لا لسه والله لسه والله بس تعرف شو المشكله لازم نغير جو يا اخي فكره نسي عامل ايه مش كان هنقول عاقل ونص عامل ازاي نسيم ما كنتش بسمع له صوت انا اخر واحد كنت اتوقع ان يبقى شخصيه دي نسيم كنت ما كنتش بسمع له صوت نسيم اخذ علينا يعني اخذ علينا تعرف شو تعرف تعرف ليش واحس هادي فاهم انا كيف كنت اتوقع ان يكون هيك انا نسيم مش هادي على فكره في تكسير او في زعيق او في حاجه عم بس انا كنت اتوقع ان ابقى كده او لا كنت تتوقع اني ابقى كده او لا كنت تتوقع ان ابقى كده ولا لا انت كنت تتوقع ان انا ان انت تبقى كده لا كنت متوقع لا يعني شخصيتك زي ما هي بس ايهاب يبقى فاكك او يبقى لطيف يعني ايهاب متغير على علي 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 غير ما انا شفته خالص علي خالص تماما حتى لما جه الاكاديمي اول اسبوعين ما كانش كده انا كنت بكره كان اخره بيضحك ها 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 كنت ما بقى اول يوم التدريب في علي حكينا مع بعض في الباص في التصوير كان في الباص قبل بعدين في الباص رايحين لا اول يوم شفت في علي كان اول يوم لنا في الاوتيل واحنا نازلين ايوه احنا نازلين نتغدى صح ايه صح نتغدى قلت قدام اوضتي فين انت اوضتك انت اول ما فتح عرفت ان هو خليجي وش هو كان كده كان الدق والدق بقى وكان عامل الدقن دي عارف انت الدقن اللي هي في حاجات كده بعرفها انا ما كنتش باخد بالي منه خالص واحد تعرف انا ما تاخدش بالي منه كان اليوم ما عرفته جيب كان جيب كان عندنا تعرف انا ما تاخدش بالي منه عباس تعرف اخدت بالي منه متى لما رحنا للاوتيل الثاني عباس عباس جي قعد مع نسيم انا جي قعد مع نسيم يلا يلا تيت علي كان في الاوتيل حدي في الغرفة انا صح كان جنبي في الغرفة انا افتكرت انه انسان كبير علي يعني انسان يعني فهمت علي انه نفس اللي رخمين الكبار فهم الكبار رخمين يعني لما اتكلم معك اتكلم معك عن جد او ما فيش كده ما فيش هزار ما فيش كله جدي جدي كله جدي انا تعرف لو تعرف بس انا وصلت طلعت. قبل بيوم منكم كلكم كان معايا كان معايا كان معايا كان معايا مرتضى احنا وصلنا يوم 20 انتم كلكم يوم 21 انا وصلت يوم 20 الصبح يعني تعرفوا انا العشرة الصبح كنت في بيروت يعني لحالي عرفت كيف تغديت احنا عندنا 25 يوم لحالنا غديت لحالي جيت على اليوم انت قعدت لوحدك يعني بيلعب بنيس العب العب حبيبي العب العب بنيس عكس عكس حلوه حلوه كمان علم عليكم أستاذ إيقاع؟ لا لا كارلا خلص 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 ملينا